ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عاشت مدينة سوق الأربعاء ليلة سوداء أمس السبت على دوي أصوات سيارة الإسعاف وسيارة الشرطة التي حلت بأعداد كبيرة في مشهد غير مألوف في المدينة الهادئة. وقالت مصادر محلية إن الأمر يتعلق بسيارة إسعاف حلت في أحد أحياء سوق الأربعاء لنقل مخالطين لحالة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتعمل في أحد معامل مدينة القنيطرة، وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لمرور أعداد كبيرة من سيارة الإسعاف وسيارة الشرطة وهي تقطع أهم شوارع مدينة سوق الأربعاء في اتجاه مدينة القنيطرة. ويذكر أن وزارة الصحة منذ أيام بدأت في ترصد فيروس كورونا في صفوف المخالطين للحالة المؤكدة، حيث يتم نقلهم إلى المستشفى وإجراء فحص كورونا بالتحاليل المخبرية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.